استاذنك روح لموضوع اتفضل. الحلقه مع جمهور الزمالك. موضوع حلقه النهارده، توقعاتك لنتيجه مباراه الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كاس السوبر المصري. البدايه من عند سامح عزت، مساء ابيض وجميل بلون تيشيرت نادينا، مساء الورد. انا يعني استاذن حضراتكم، انا هقرا الكومنتات بتاعتكم في عجاله شديده جدا عشان اقدر اخد اكبر قدر ممكن. مساء ابيض وجميل بلون تيشيرت نادينا، مساء الورد على جمهور اكبر قلعه رياضيه في مصر. ان شاء الله هنكسب بيراميدز اداء ونتيجه ونعمل ماتش حلو ونوصل بيه للنهائي وهنكسب 2-0 باذن الله، والسوبر المصري هيكون في 100 عقبه باذن الله. عاش الزمالك وجمهوره العظيم. محمد الجندي بيقول يا مساء الخير عليك يا احمد وعلى جمهور اكبر قلعه رياضيه في مصر، اتوقع ان شاء الله فوز الزمالك في المباراه الصعبه دي، وان شاء الله رجاله وقدها 11 راجل ان شاء الله نكسب 2-1. نورة محمد بتقول مساء الخير عليك يا احمد وعلى جمهور نادينا العظيم، اتوقع ان شاء الله فوز الزمالك 4-3 بركلات الترجيح، وبالتوفيق دايما لزمالكنا العظيم. بشكرك. احمد بخيت بيقول مساء الخير على ابطال سوبر القرن، باذن الله تعالى فوز الزمالك وجماهير الملكي هي كلمه السر، عاش الزمالك بطل ابطال افريقيا. بشكرك يا استاذ احمد. معوض عياد بيقول يا مساء الانوار عليك وعلى ضيفك الكريم استاذ احمد، وتحياتي لجميع العاملين بالقناه. ماتش بيراميد صعب جدا، بس انا متفائل ان شاء الله الزمالك يفوز 3-2، وبرده الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر ان شاء الله، و أبا من أبا. وتحياتي لحضرتك ولجميع العاملين بالقناة، ويا رب يكون السوبر زملكاوي. تحياتي معوض عياد.